طيب احنا معانا واحد من النجوم اللي لعب معاك وكان نجم من النجوم، وهو كابتن اسامه عرابي. هو في غيره طبعا هو في طبعا كربت كربت ملوش حل. هنسمع هيقول ايه، هو موجه لك رساله هيتكلم عليك وبعدين نرجع نتكلم تاني. ماشي. اولا انا والكابتن محمد حشيش جيل واحد، يعني حشيش طاهر ابو زيد علاء ميهوب وانا واسامه عباس ومجموعه كبيره جدا في عمر واحد تحديدا يعني. فانا اول ما رحت من المقاولين العرب كنت في فرقه 21 سنه، ابتديت اتعرف على الناس ديت. هم طبعا كانوا في النادي الاهلي قبليه في من قطاع الناشئين وكده، ابتدت المعرفة من هنا. لكن محمد حشيش كان زي طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب وكده كانوا سبقوني في اللعب للفريق الاول، فهو كابتن يعني. فالكلام ده سنه 81 82، بعد كده اتصعدت للفريق الاول 82، وخلاص بقى علاقتنا بقى ابتدت مع بعض في الفريق الاول. زي ما قلت لك هم قبلها كانوا بيلعبوا مع مستر كالوتشاي، وكانوا كمان يعني لعبوا في دورة الصين العظيم مع كابتن هاني مصطفى في المنتخب وفي كاس عالم، انا ما كنتش حضرت الفترة ديت. وابتدت بقى علاقتنا. حشيش طبعا الناس كلها بقى اللي عصرته عارفة ان هو بيلعب قلب دفاع، وفي الطرق القديمه كنا بنلعب 4-3-3، هو كان في الاثنين اللي هم قلبي الدفاع، وكنا احيانا نطلق عليه الليبرو. الليبرو كان شويه بيبقى تحت قلب الدفاع الثاني، يعني يمكن دلوقتي بيلعبوا على خط واحد الاثنين، لكن ايا كان هو كان بيلعب في قلب الدفاع. وواحد من اميز الناس اللي جم في المكان ده في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. طبعا هو خد سكه الاداره بعد موضوع ما نهى حياته في كره القدم في اللعب، يعني ناجح جدا في هذا الموضوع، وطبعا تولى اكثر من منصب ومنها في منطقه القاهره، وطبعا بيدير مسابقات كثيره في منطقه القاهره، وراجل من الناس اللي عندهم تفكير جيد وتفكير ايجابي، واتمنى له طبعا التوفيق في كل في كل ما هو قادم يعني، واتمنى له التوفيق هو واسرته يعني. وكمان هو على المستوى الشخصي من الناس الحلوه في العشره، يعني دمه خفيف وظريف وسهل العشره كده، يعني تحب معاشرته يعني. فمن الناس اللي الواحد طلع بيهم من المجال يعني. يقول لك ده الحاجه الوحيده اللي طلع بيها من النادي. حاجه طيب كويس، طلع بحاجه كويسه. طيب هتقول ايه لاسامه؟ اسامه حبيبي طبعا وعشره عمره، ويعني جيل تقريبا واحد وسن واحد، واسامه طيب جدا وجميل، ويعني بعتز بصداقته، وانسان طبعا خدم النادي الاهلي طبعا كتير طبعاً. ولعب يعني سنين وسنين، يمكن اكثر ناس لعبت. لما انا بشوف السي في بتاعه انا شوف هو لعب معانا فترات طويله. أيوه. انا اتخضيت بكثر الانجازات اللي عملها وعدد المباريات اللي اشترك فيها، حاجه لا حاجه جميله يعني. حاجه جميله. طيب